السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وانا كان طفل من اطفال السكينه، وانا معروف راه باينه انا شكون وشحال مره كندوي، ولكن باش يجي مقدم ولا عاون سلطه ويعيط للوالد ديالي ويقول لي قول لولدك مابقاش يقول داك الشيء، علاش نغطيو الشمس بالغربال؟ اقول لي علاش نغطيو الشمس بالغربال؟ راه بحال كتضرب فيك الشمس، بحال كدير غربال وكتضرب فيك الشمس، علاش نغطيوها؟ فاش كيجي كيقول لك، كتقول لي خويا واش غنخرج، كيقول لك امر ملكي، يعني الملك هو اللي باغي لنا هادشي، يعني الملك هو اللي باغي لنا التشرد، وحاشا واش الملك يبغي العبد ديالو يتشرد، حاشا وبزاف. واش الناس جايينو مع الثلاثة ونص؟ راه بزاف هادشي. واش حنا ناعسين؟ انا مع الوحدة ونص باقي كنكتب، مازال باقي عندي اليوم كان عندي فرض ديال علوم حياة والأرض، باقي كنكتب في التمارين ديالو، كنراجع في التمارين ديالو. جوج نعست، الرابعة فقت، شحال نعست؟ جوج سوايع، نمشي للقسم نكمل نعاسي، علاش نمشي أنا قاعد للمدرسة؟ صافي نبقى أنا تاني بحالي بحال الناس، واش أنا كندور واش هو ولاد المسؤول مكبطين وناعسين، مع ثلاثة شحال ونص هما كيشخرو، أنا راه فايق مع ثلاثة ونص وباش مغطي، وأنا راه لابسة تريكو نصكم ومغطي غير بميكا، راه بزاف هادشي، واش هما مغطين بكبابط وأنا مغطي بميكا؟ واش شكرتي باش ما يفزقوش لي أدوات؟ في الآخر مرات حيت الميكا واش فزقوا لي كاع الادوات كاملين، اش تبقى دير؟ نعطيهم حل واحد هو اللي كينجحوا له الكاينين، يا اما يعطونا اعاده الهيكله يا اما يقتلونا، ولا يحلوا لنا الحدود نمشيو في حالاتنا، صافي يحلوا لنا الحدود نمشيو، نحرقوا حنا كاع من صغرنا نضمنوا المستقبل ديالنا تماك، حسن ما نبقاو في هاد العيشه هادي، ما عايشين ما والو، بحال عايشين بحال كاينين بحال ما كاينينش، كيدوروا بحال شي حشره كيعفطوا عليك كيمسحوا فيك رجليهم، اش هادشي؟ ولكن انا نقول لك خلاصه على القول، الا ما خديناش حقنا هنا ما حد، احنا في الدنيا غناخذو في الاخر ان شاء الله.